ظروف ونكون سند وقت الخطر من أي خوف. جايين نساعد أهلنا وهمهم بقى همنا، لازم نحقق حلمنا. أحلم وواطي، أحلم وواطي. مرحب بكم أعزائي المشاهدين ولقاء جديد وأحلام مواطن. حلقتنا النهاردة مليانة تقارير مهمة جدا ومفاجآت أعدتها مؤسسة سقيا الماء لكل جمهور هذه المؤسسة المحترمة اللي بتأكد دايما منذ اليوم الأول برعايتها البرنامج أحلام مواطن إنها فقط تشتغل للمواطن المصري ومن أجل مصر. تابعونا عشان المفاجآت الخاصة بالمؤسسة مهمة جدا. طبعا انتوا عارفين ان هي اطلالة اسبوعية مع حضراتكم بيبقى فيها ابرز الاخبار والعناوين بتلزمنا بيها طبعا يعني المعايير المهنية للتوعية، وانت بتتكلم باسم احلام مواطن والمواطن مطالب دلوقتي يعرف اخر المستجدات لملف هو الاهم على الاطلاق على مدار سنة كلنا عايشينه وشايفينه، ولكن محدش يقدر ينكر ان حجم الاهتمام او حتى متابعة الاخبار صرف النظر بقى ان دي ظاهرة صحية من عدمها لموضوع فيروس كورونا الناس مبقتش مهتمية بيه زي الاول. طب عاوز تقول ايه من الجملة دي؟ عاوز اقولك ان النهاردة قبل ما نطلع هوا ساعتين تلاتة اكتمل عدد اصابات كورونا حوالين العالم باربعين مليون اصابة. فيروس كورونا احتاج في بداية ظهوره من 10 شهور وربما اكتر 3 شهور عشان يوصل لرقم 10 مليون اصابة في الكرة الارضية كلها. النهاردة من 32 يوم بالظبط كان عدد الاصابة حوالين العالم 30 مليون اصابة، بعد 32 يوم بقينا 40 مليون اصابة. ده يديك مؤشر لايه؟ 1-2 عدد الاصابات اليومية في ملف كورونا في الفترة الحالية 400 الف اصابة على مستوى اوروبا تحديدا في الفترة الحالية يعني مع الموجة الثانية. تاني، روسيا النهاردة عندها 15 الف اصابة بفيروس كورونا في يوم واحد. الله، امال موضوع بقى اللقاح والماسك اللي قاله الرئيس بوتين اللي هو اول واحد خده وبنته اتطعمت منه علشان الشعب الروسي بعد ما سبقنا الزمن وجبنا لقاح لماسك لكورونا، امال يعني ايه النهاردة 15 الف اصابة جوه روسيا في يوم واحد بفيروس كورونا؟ خلاصة القول، جدية التعامل في ملف كورونا على مستوى الكرة الأرضية عليها علامة استفهام كبيرة جدا، بدليل أن عدد الإصابات في الموجة الثانية من فيروس كورونا اللي أنا قلت لكم دلوقتي بعض الأرقام السريعة بالمقارنة بالموجة الأولى تديك انطباع غير جيد أن الفترة الزمنية بتاعت الإصابات في الموجة الثانية أكبر وأقصر وأكتر وكلنا لسه بنتفرج. أصبح لزاماً التنويه والتنبيه من فضل حضرتك من غير ما تمل وتزهق وتتخض، وكلنا شايفين شكل الشارع المصري عامل إزاي في التعامل مع ملف كورونا، ولكن الخطر استيل موجود. ربنا يحفظ كل الناس، ولكن خلينا نكمل تاني إجراءات وقائية لأن الأرقام دي أكيد ما ينفعش نسمعها ونعديها، لازم ناخد بالنا. دي كانت البداية اللي كنت حابب النهاردة أبدأ بيها مع حضراتكم لأمانة الطرح، وهي الرسالة الأهم زي ما احنا متعودين مع أحلام مواطن إن أنا أقول لك الجزء اللي يفرق بالنسبة لك لو أنت مش واخد بالك منه. شوف العالم حوالينا ماشي إزاي. استوقفني النهاردة خبرين قبل ما أخش في تفاصيل حلقتنا مع مؤسسة سقيا الماء اللي قلت لكم النهاردة الحلقة كلها سقيا الماء النهاردة، لأن اللي هيتقال فيها كلام مهم والتقارير كمان اللي هتذاع نأكد بيها ملفات بدأناها منذ أسابيع عديدة مع المؤسسة وكل المحافظات اللي اشتغلنا فيها. هم عنوانين النهاردة: محكمة شمال الجيزة، شفنا كلنا حاجة ولا أبشع في الفترة اللي فاتت في الاعترافات الصادمة للمتهم باغتصاب شقيقته. قال ايه بقى الولد النهاردة؟ قال ابويا اتفق معايا على التخلص من الرضيع. القصة النهاردة لما امر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة بتجديد حبس الطالب ووالده على خلفية اتهامهم باغتصاب اخته 15 يوم. والتوعية اللي انا عاوز اقولها لكم من الرسالة دي عشان تفاصيلها عفوا يعني لو هتبان شوية صعبة او مقززة، ولكن
هي العبرة من القصص دي ان انا اقول لكل بيت مصري خلي بالك، لكل اب وكل ام مصرية خلي بالكم. الولد بيقول ان نظرا لفترة الحجر الصحي وكنا بنقعد في البيت وقت اطول بكتير في كورونا، فكنت بيعتاد اغتصاب اخته لدرجة ان هي بقت حامل منه وكمان خلفت. والبنت قالت ان باباها اغتصبها 6 مرات. وتخيل وصلنا في مرحلة ان القضاء عاوز يثبت هو الولد ابوه يبقى ابوها ولا اخوها. تخيل وصلنا في يوم ان انا بكلمك وبحكي لك القصة دي النهاردة وبقراها لك وبقول لك ان التحليل الدي ان ايه الاب انكر قال لا ده مش ابن انا ده ابن اخوها. يعني الاب بيقول ده مش انا اللي عملت كده في بنتي، ده اخوها. واخوها بيقول انا كنت بعمل كده باسم من ابويا وقال لما تيجي تخلف سفرها البلد وبعدين هي هتولد هناك ونتخلص من الجنين. والمحكمة النهاردة ادت 15 يوم عشان يعملوا الدي ان ايه ويشوفوا. ايه ده؟ ايه ده؟ مستنين تاني ايه في الدنيا لما يوصل لدرجة ان اب وابنه كلاهما بيرمي التهم على الاخر ان البنت اللي هي اخت واحد وبنت واحد حامل منك انت مش مننا. ربنا يحفظنا. حاجة بشعة، حاجة مقززة، ولكن بتأكد ان المجتمع ده فيه شخبطة، في حاجة غير طبيعية بتحصل، في اعادة ترتيب للبيت لازم نشوفه من الاول، في بعد عن القيم والدين والمبادئ والاخلاق. ايه النوعية دي من الجرائم؟ وبيقول لك اعتدنا عشان كنا قاعدين في البيت فالموضوع بقى مع البنت في فترة الكورونا. يا الله يا الله، ربنا يحفظ الجميع. هنتابع القضية دي طبعا الفترة القادمة مع برنامج أحلام مواطن. مش عاوز أتعبكم بالنوعية دي من الأخبار، ولكن بشاعة الجرم وجب التنبيه. وعرفك كمان وانت بتتفرج دلوقتي في غيرنا عايش ايه. حاجة تانية قبل ما أبدأ بقى موضوع سقيا الماء، شفنا الأسبوع الماضي كتير جدا من البرامج والسوشيال ميديا والفيديوهات واللايف لأبو الفنانة بوسي، المطربة والفنانة بوسي. طبعا كان في جدال الفترة السابقة ان والدها بيقول ان هي ما بتصرفش عليا وان هو بيتسول الدواء وان الامور صعبة جدا رغم كونها فنانة ومشهورة ومعاها فلوس، والموقف كان صعب جدا. على مسؤولية موقع صدى البلد النهاردة الساعة 3 كده العصر بيقول لك ايه بقى، تعرف على سعر فستان الفنانة بوسي في احدى الظهور لها على انستجرام، 45,000 جنيه ما يعادل 2,645 يورو. اشترت النهاردة الفنانة بوسي فستان وتتباهى بيه على الانستجرام امام متابعينها. وعلى الجانب الاخر في اقل من اسبوع ابوها قال كلام صعب جدا. دايما متعودين نتحرى الدقة، ايه تفاصيل الموضوع مع ابوها؟ طب يا ترى هو عنده حق؟ طب يا ترى في جانب احنا مش عارفينه؟ طب يا ترى ايه اللي بيحصل؟ ولكن في وسط الاجواء دي أظهر أنا كبوسي بفستان ب45,000 جنيه وشارك جمهوري بيه ويبقى حريصين جدا على البراند والرقم، أقف. إيه؟ يعني إيه؟ أعتقد يعني من غير ما نبالغ ونقول بقى علاقات الأسرة الواحدة أو جحود الأبناء أو الآباء أو التفاصيل اللي موجودة داخل كل أسرة اللي ما يعلمهاش غير ربنا، ولكن كنت عاوز أقول لكم ان الموضوع طبعا اكيد كان يستاهل ان احنا نبقى فاهمين ايه اللي بيتم في كل الاوساط. وهيبقى موجود الفترة القادمة تفاصيل خاصة بهذا الموضوع، ولكن زي ما قلت لكم دايما ان انا ببقى حابب في اطلالة اسبوعية اقول لك خبرين ثلاثة ربما يكونوا استوقفونا كفريق البرنامج قبل ما نطلع معاكم على الهواء. طيب نيجي بقى للجزء الاهم اللي هو خاص بمؤسسة سقيا الماء. كنت اعلنت مع حضراتكم هنا وشفتوا معايا بالصوت والصوره على مدار الاسابيع السابقه بروتوكول تعاون مع مؤسسه سقيا الماء واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد لانشاء قريه باسم مؤسسه سقيا الماء قوامها 400 فدان. 400 فدان في تجربه ووقعه هي الاولى لمؤسسه خيريه اسمها سقيا الماء للتنميه داخل محافظه الوادي الجديد، اللي تفاصيلهم هتشوفوها قبل ما اطلع فاصل في انفوجراف مهم جدا يعرفك
ايه اللي هيحصل بعد توقيع البروتوكول واستلام ال 400 فدان من مؤسسه سقيا الماء في الوادي الجديد؟ هسيبكم بيه هتشوفوه بس بعد ما اخلص كلامي مع حضراتكم. الخبر الثاني اللي النهارده كان المفروض يبقى معانا مداخله من السيده ميرفت عبده المدير التنفيذي لمؤسسه سقيا الماء عشان تقول لنا اخبار مفرحه جدا تاكد بيها دايما مؤسسه سقيا الماء بتشتغل ازاي للدوله المصريه وللمواطن في كل المحافظات، على غرار ما تم توقيعه في محافظه الوادي الجديد بالتعاون مع مؤسسه سقيا الماء وانشاء قريه من 400 فدان باسم المؤسسه، تم بالفعل استلام قطعه ارض اخرى في وادي النطرون باسم مؤسسه سقيا الماء لعمل برضه مدينه وقريه تاني باسم المؤسسه. وكمان اصل الحكايه لما بدات هذه المؤسسه في محافظه مطروح باعمال التنميه وحفر الابار كان شيء طبيعي جدا ان يتم التواصل مع اللواء خالد شعيب، وكمان يبقى في قريه ثالثه باسم مؤسسه سقيا الماء في محافظه مطروح. لازم نفرح النهارده لما تيجي مؤسسة في الفترة الزمنية دي ويبقى أقل وقت ممكن يبقى فيه في ثلاث محافظات هذا الكم من التعاون وإنشاء مدن وكرة فيها كل التفاصيل اللي هتشوفوها وهتكلم فيها بعد الفصل مع ضيفي من خلال المؤسسة، يبقى لازم كلنا نبقى فخورين بمؤسسة سقيا الماء، نفرح بيها وكمان معاها مع الحفاظ على صلب الموضوع اللي هو استمرار التنمية الحقيقية في كل الملفات اللي بتشتغلها مؤسسة سقيا الماء عشان تأكد دايما ثقة المتبرع أو المواطن مع هذه المؤسسة ما بيروحش هباء، انت بتشوفه كل يوم في مكان شكل وبتنمية أكبر وأشمل وأوسع. علشان كده هسيبكم دلوقتي مع انفوجراف سريع كده 4 دقايق مهمين جدا نوصف فيه ايه اللي هيتم في ال 400 فدان في الوادي الجديد بعد ما استلمتهم مؤسسه سقيا الماء من المحافظه، وده انا كنت وعدتكم بيه الفتره اللي فاتت، قلت لكم احنا مش بنجيب من على النت ونقول الحق النخل الحق البيوت الحق وخلاص، انا بوريك خطوه بخطوه ايه اللي هيتم عشان الامور ليها ضوابط وليها اصول بين قوسين كبار وليها مصداقيه. ومن منطلق المصداقيه هنشوف هذا التقرير المهم جدا اللي هيقول لنا ايه اللي بيحصل في ال 400 فدان في الوادي الجديد، واستقبل فضيله الشيخ احمد علوان احد علماء الازهر الشريف لاستكمل معاه ملفات مهمه جدا ابواب الخير والصدقات، ونتكلم معاه بشكل اشمل واوسع في كل اللي قلته لكم خاص بمؤسسه سقيا الماء في بدايه كلامي، وكمان تقارير تاني هو هيكلمنا عليها اثناء الفقره. ادعوكم للمتابعه، ركز في اللي هتشوفه عشان مش كتير بيعملوا كده. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قرية الخير من سقيا الماء، هنا الخير هيكتمل. قرية سقيا الماء بوابة خير وحياة كريمة للأسر الفقيرة. صكوك الخير في قرية سقيا الماء مش بس صدقة جارية، دي صكوك حياة لأسر فقيرة اللي بصدقتك وزكاتك هنوفر لهم مصدرات خير نزكى بها عن أنفسنا، غرستها مؤسسة سقيا الماء في قلب صحراء مصر الغربية لتخدم بها أهل محافظة الوادي الجديد. طريق جديد للصدقات الجارية التي تعود بالخير على البسطاء، تفتح بيوتا وتستر عائلات. حلم يتحقق من خلال بروتوكول تعاون بين المحافظة ومؤسسة سقيا الماء، تستغل من خلاله المؤسسة 400 فدان لبناء حياة متكاملة للبسطاء من أهل المدينة. ولأن المشروع خير خدمي متكامل فإن المساهمة به من خلال صكوك مختلفة المجالات والقيمة هي طريقة مضمونة لمساعدة الفقراء، ويندرج تحت هذا الحلم الذي ينفرد على مساحة 400 فدان 4 مشاريع واعدة، أولها مشروع النخيل ويستهدف استزراع 12,000 نخلة مثمرة على مساحة 200 فدان أي نصف مساحة المشروع كاملا. يتبرع أهل الخير
بشراء صك لنخلة جاهزة للإنتاج مباشرة. ذلك النخيل الذي يجود بالثمرات لعشرات السنين كنهر جار لا ينضب من الصدقات يشارك فيه فاعل الخير، حيث يتم بيع إنتاجها ويستعمل ريعها في الإنفاق على جهات الخير المختلفة التي تساعد البسطاء من أهل المدينة. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حين بشر الصحابي الجليل أبا الدحداح بالجنة حين تبرع بثمن نخلة لأحد الفقراء وقال قولته الكريمة: كم من مداح يا أبا الدحداح، أي كم من جنان وقصور له في الجنة. وأما المشروع الثاني فهو مشروع إنشاء مزرعة سمكية نظرا لندرة مصادر الأسماك في تلك المنطقة الصحراوية، الخير بمساهمة بسقوق في إنشاء المزرعة التي تخدم العشرات من أبناء المحافظة، والتي يستطيع المتبرع متابعة إنشائها وإنتاجها في أي وقت شاء. ويجيء المشروع الثالث تلبية للشرط الأساسي بالبروتوكول، ألا وهو بناء مساكن للعاملين من أبناء المدينة بتلك المشاريع، بل يمتد الحلم لبناء مسجد ومستشفى لخدمة مجتمع سقيا الخير الجديد. ونصل إلى المشروع الرابع وهو يحل معضلة تواجه العديد من الناس، وهو تدبير ثمن الأضحية، أن يتم تقسيط ثمن رأس الماشية على 12 شهر بصك شهري، بحيث يتم سداد القيمة كاملة قبل عيد الأضحى. وهنا يستطيع المتبرع أن يهبها لإحدى الأسر الفقيرة لتبيع البنية ربة الأسرة وتنفق بها على عائلتها، وله أن يستخدم لحومها لنفسه أو يتبرع بجزء منها حيث أنها ملك خالص له. وأما ما يميز هذا النهر الجاري من الخير التي تضمن للمتبرع التأكد من مصارف الأموال التي تبرع بها، وبإمكان فاعل الخير أن يتابع طوال الوقت أي مشروع خير ساهم فيه، وأن يرى بنفسه أين تذهب صدقاته الجارية بالخير والنماء في قلب صحراء مصر، قرية سقيا الماء، قرية الخير. مؤسسة سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان. برحب بكم من جديد أعزائي المشاهدين. زي ما قلت لكم دايما الأداء في مؤسسة سقيا الماء بترتيب الخطوات بالأسلوب الصح جدا والمرتب جدا دايما هي سمة المؤسسة دي. علشان كده بعد استلام ال 400 فدان في الوادي الجديد كان مهم جدا الانفوجراف اللي شفتوه معنا ده عشان يشرح لك المؤسسة هتتعامل مع ال 400 فدان دول ازاي. وطبعا زي ما قلت لكم كمان في الانترو في زيهم في محافظة مرسى مطروح او كمان في وادي النطرون، الموضوع ممتد مع مؤسسة سقيا الماء. الخير دايما مع هذه المؤسسة لا ينقطع. بدأت معاه في اللقاء السابق ابواب الخير وفوائد الصدقات، عدت معايا كتير جدا. اسمحوا لي برحب في الجزء ده بفضيلة الشيخ احمد علوان احد علماء الازهر الشريف. برحب بك يا شيخ احمد ومنورنا. الله يبارك فيك. مرحبا يا استاذ هاني. دايما الناس لما بتعرف ان انت معايا واشهد الله على هذا الكلام بيأمنوني بكم سؤال كده، احيانا كتير بيبقوا بره سياق الحلقه بس بقول لهم طب هنشوف وقت الحلقه. فوق راسي. اهلا في الاخر كده اسمح لي. تحت امرك طبعا. عاوز اخد في البدايه قبل ما نستكمل موضوع حلقتنا اللي بداناه قبل كده وما كملناهوش وقتها لو تفتكر نظرا لضيق الوقت، موضوع بقى فوائد الصدقه وتعددها وانواعها. عاوز النهارده اخد تعليقك الاول على الانفوجراف اللي شفناه بما انها وحدث بالنسبه لل 400 فدان في الوادي الجديد مع سقيا الماء، وشفنا الشرح بالنسبه للناس هيتم فيهم ايه وايه وايه من اول بقى وقف النخيل لبناء المنازل للثوره السمكيه والمزارع لتشغيل الشباب. اعتقد امور شامله واسعه. لازم اخد تعليقك. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اي واحد شاف الانفوجرافيك ده وشاف التقرير الجميل ده من حقه انه يفخر ان في مؤسسة بهذا الفكر في مصر. مؤسسة ويعني عاوز اقول خلال سنة يعني احنا 1/11 اللي جاي او 30/10 اللي جاي، يعني النهاردة 19 11 يوم. يبقى المؤسسة اتمت عام. شوف انت لما بدأت بوصلة مية وبعد كده الابار وبعد كده الخطوط وبعد كده ارتقيت وعليت وعملت محطة مية زي محطة الزهانات في دشنا في انا اللي تكلفت حوالي 6 مليون جنيه، تمام. ودلوقتي احنا بنعمل 5 محطات في مطروح منها محطة الشماس. الشغل ده لما بتعلى وتعلى وتعمل قرية زي دي حوالي 400 فدان عبارة عن عجول وعبارة عن ثروة سمكية وعبارة عن نخيل وعبارة عن
الخير اللي احنا بنشوفه على هذه الارض ده معناه ان المؤسسة ماشية في المسار الصح، وان المؤسسة بتعلى، وان المؤسسة بترتقي، وان المؤسسة برضه عاوز اقول نقطة يا استاذ هاني، مش يلا وخلاص، احنا الحمد لله الحمد لله، دايما اللي احنا بنقوله بنحب نقوله شغلنا على المكشوف، شغلنا ببروتوكولات واتفاقيات وتوقيعات، وان احنا على طول مع الجهات المختصة والجهات الحكومية علشان يبقى شغلنا واضح ووضوح الشمس في رابعة النهار، لان اي حد يتواصل وعارف شغل مؤسسة سقيا الماء يبقى فيه مصداقية. ما احنا ممكن كنت ممكن قبل ما الانفوجرافيك ده يطلع كنا ممكن نقول احنا في كذا وفي كذا، لكن لا، احنا لا نعلن للملأ غير لما يبقى معانا ورق، غير لما يبقى معانا اختام، غير لما يبقى معانا خلاص الارض بتاعتكم اتفضلوا اشتغلوا فيها. خدت بال حضرتك؟ والكلام ده لو حضرتك فاكر احنا كنا من حوالي 3 شهور مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لكن احنا ما اعلناش ده غير لما حصل تنسيق وحصل اتفاق والراجل ادانا الارض بس خلاص، فبدانا ايه نعلن هذا للملأ وعيانا قدام الناس. الفكره دي فكره رائعه، وفكره رائعه. ممكن واحد يقول لك طيب انتوا سقيا الماء ايه دخلكم في حاجه زي كده؟ بصوا يا جماعه، صلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الفكره ان احنا لما رحنا للواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد قلنا احنا عايزين نعمل بير او نعمل محطه، تمام؟ فقال والله طب انا بقترح عليكم حاجه، والحاجه دي برضو جنب البير وجنب المحطه هتبقى مفيده قوي ونافعه قوي، ونستثمر في الارض اللي موجوده والفقراء ينتفعوا وتشغلوا ويبقى في عماله من الاسر الفقيره وينتفع بها اهلنا في الوادي الجديد. ايه المشروع وايه الفكره يا سعاده اللواء؟ قال 1 2 3 وهديكوا حته ارض تعملوا فيها محطه وتعملوا فيها بير، وتبقى الارض موجوده ممكن تزرعوا نخيل، من افضل التربه اللي موجوده في مصر تزرع فيها نخل هي الوادي الجديد، تزرعوا فيها نخل مشهوره دايما بزراعه النخيل والتمر، يعني ده كانت واحد. لا، الفكره الرائعه اللي انا عجبتني دلوقتي موضوع ان انت ممكن تشتري اضحيتك على بالتقسيط. ما كانتش موجوده قبل كده موضوع بالتقسيط. هو موجوده في موضوع في اماكن، يعني في جمعيات عاملاها او موضوع الصك اللي هو مثلا على قدك، لكن ممكن واحد مثلا نفسه يضحي يا استاذ هاني مثلا ببقره او بجاموسه مثلا عامله 20,000 جنيه، يقول لك انا معيش ال 20,000 جنيه مره واحده، فبنقول له انت ممكن تسدد ال 20,000 جنيه على مدار سنه، تقدر؟ يقول لك اقدر في الحاله دي اقدر، ممكن ادفع لك 1,500 2,000 في الشهر على حسب التنسيق، او حتى لو انت هتدفع الصك زي ما احنا كنا عاملينه السنه اللي فاتت ب 3,000 جنيه، في واحد برضه نفسه يضحي ومعهوش ال 3,000 جنيه، فبنقول له قسط ال 3,000 جنيه على مدار سنه. خدت بال حضرتك؟ ودي فكره برضه يعني بفضل الله بفضل الله، لاني جوه او بداخل الناس اللي قائمه على المؤسسه الفكر شغال والدنيا ما بتوقفش، والهدف كله منه التسهيلات، التسهيلات اللي انا بحفزك دايما وان احنا عايزين نعمل خير. ما هو ربنا بيقول ايه؟ ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، عشان جواك خير وانت حريص انك تعمل خير ربنا سبحانه وتعالى بيوفقك للخير. اعلنت كمان وقلت في الانترو بتاعي يا شيخ احمد ان كمان المؤسسه فرحتنا، وكان المفروض تبقى معانا السيده ميرفت عبده كمان في وادي النطرون برضه قطعه ارض ثانيه للمؤسسه على غرار ما تم في الوادي الجديد، وكمان أنا ممكن مرسى مطروح اعتقد ده بياكد. ابعث تهنئه للسيده ميرفت المدير التنفيذي للمؤسسه، بصراحه يعني هي زي ما بقول كده هي الدينامو للمؤسسه، ويعني لو قلت لك ما بتنامش بصراحه والله العظيم، يعني هي دماغها دايما شغاله، بتنام وهي بتفكر، تصحى وهي بتفكر وبتطور، ويقول لك احنا عايزين نخدم الناس. فعلا احنا مهمتنا في سقيا الماء ان احنا نخدم الناس، واي مكان اتيح لمؤسسه سقيا الماء ان هي تقدم فيه الخدمه لن نتاخر باذن الله. ده طبعا كله مع الحفاظ على صلب الرساله الاهم لسقيا الماء، حفر الابار وتوصيل المياه والتنميه الشامله في كل القطاعات اللي اذعناها. يعني عاوز اقول للناس ان انا بعمل مدن وقرى في عديد من المحافظات كسقيا الماء، ولكن مع الحفاظ زي ما هنشوف بعد برضه دقائق بسيطه تقرير تاني مع الحفاظ على صلب الرساله طبعاً الاهم طبعاً لاسعاد الناس بقى. صل على النبي عليه الصلاه والسلام. التشعب ده مش وحش، التشعب حلو. حتى ربنا سبحانه وتعالى لما بيتكلم عن الخير بيتكلم عن الخير بالجمع، يقول فاستبقوا الخيرات، ما قالش الخير، اللي هو انت تتنوع في فعل الخير، وهو ده من اصول العمل الخير ان تكون متنوعا. ما تحطش، ما تجيش واحد يقول لك ايه انا هحط فلوسي في المسجد بس، فئه انت اتعاملت مع فئه كده يعني، انا هحط فلوسي في مدرسه بس. لا بالعكس، انت تنوع ان لما يفتح لك مجال من مجالات الخير حط بصمتك فيه، خلي فلوسك في مسجد، خلي فلوسك في مدرسة، خلي فلوسك في مستشفى، خلي فلوسك في وصلة مية،
خلي فلوسك في محطة مية، خلي فلوسك في بير، خلي فلوسك في بيت. ولذلك ده اللي احنا بنراهن عليه كمؤسسة. احنا من حوالي 10 شهور لما رحنا أسوان في إدفو في نجع العرب، كنا عايزين نعمل وصلات مية للبيوت، وبعض الأسقف افتكر ساعتها البيوت كمان ما كانتش تنفع، محتاجة بيوت. فاحنا كأعضاء في المؤسسة قلنا لا، ما ينفعش ان احنا نعمل وصلات مية لبيوت محتاجة بيوت. طب ايه المطلوب؟ نعمل بيوت للناس. 60 بيت بفضل الله تم استلامهم، واحنا خلصنا 10 وسلمناهم للاهالي، وكنا موجودين معاهم الاسبوع اللي فات، والناس في غايه الفرحه. شوف اللي لما تحس واحد يا استاذاني كان قاعد في شقه وراح كده راح فيلا في كومباوند، اه والله العظيم الاحساس يعني فعلا الناس يعني يقول لك ايه احنا كده يعني. وطبعا الشيخ احمد تتفق معايا ان انا كمان كمؤسسه لما ابقى بلم لك التنوع في الخيرات زي ما انت دلوقتي بتوصف لنا بلغتك البسيطه الجميله في مكان واحد، يعني انت تتنوع ولكن مع نفس الاسم. صحيح. يعني انا مثلا مش بقول لك انا ما بعملش غير كذا بس فانت بتديني عشان كذا. لا، ده انا كسوق يعني بقول لك انا عندي ميه وعندي وصلات وعندي ابار وعندي تنميه وعندي سق نخيل وعندي وقف نخل وعندي بناء مساجد وعندي بناء منازل وعندي تشغيل وعندي تنميه، انت عاوز ايه؟ فاعتقد ان انت وحدت المكان ونوعت الخير. صحيح. صح كده؟ الحمد لله رب العالمين، ربنا يتقبل. قبل ما ابدا اشوف معانا التقرير ونطلع فاصل، حابب في عناوين سريعه كده كنت اذكر الناس بس معاك يا شيخ احمد. كنا قلنا تنوع بقى وفوائد الصدقه ال 20 واكثر، لو انا الارقام بقى لا 20 يعني احنا 20. كنا قلنا قبل كده من الاسبوع اللي قبل الماضي ان احنا هنتكلم عن فوائد الصدقه ال 20. كنا ذكرنا منهم ثلاث حاجات، ان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ان اللي بيحسن لحد ربنا سبحانه وتعالى بيحسن اليه وبيكافئه على احسانه لغيره، رقم واحد. تمام، لان انا لما بتصدق انا بعمل حاجه لغيري فربنا هيكافيني على، رقم واحد. رقم اتنين قلنا ان هي بتيسر امورك، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قلنا رقم ثلاثه انها تشفي المريض، اي واحد عنده مريض يتصدق ربنا سبحانه وتعالى يشفيه او يخفف عنه. تمام، دي ثلاث حاجات او ثلاث فوائد من فوائد الصدقه ال20. يا ريت نكمل ال20 النهارده. طيب ناخد رقم اربعه قبل الفاصل معانا. طيب رقم اربعه ان الصدقه بتكفر الذنوب. يعني ايه؟ صلى على سيدك صلى الله عليه وسلم. وعايز الساده المشاهدين، احنا كنا قلنا الحاله اللي تكلمنا فيها عن الثلاثه دول، قلنا يبقى معايا ورقه وقلم واكتب. ليه؟ لان انا عاوزك وعاوزك لما تنوي تتصدقي او تتواصلي مع ارقام مؤسسه سقيا الماء عشان تحفري بير او عشان تشاركي في وصله ميه او في خط ميه او في محطه ميه او في بيت من البيوت اللي الناس محتاجاها او اي خير سقيا الماء بتعمله، هو انا بتصدق ليه؟ بتصدق علشان اخد الثواب، 20 ثواب و20 اجر اللي الشيخ احمد بيقولهم هنا مع الاستاذ هاني في احلام مواطن. تمام كده؟ انا بتصدق ليه؟ بنيه. يعني طبعا بتصدق بنيه ان ربنا يشفي مرضانا. ايوه، باخد ثواب ان ربنا يشفي مرضانا، ولا ال20 بقى فايده كمان ربنا اللي انا عديته اخد ثوابه كله؟ طبعا. الله اكبر، ده بركه ربنا سبحانه وتعالى. الله اكبر. وربنا سبحانه وتعالى يقول لك لو أن أهل الأرض، لو السبعة مليار إنسان على ظهر الأرض الآن سألوا الله سبحانه وتعالى وأعطى الله عز وجل كل واحد مسألته، ما نقص هذا في ملك الله شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هات إبرة ودخلها في النيل وطلعها، ولا حاجة هتأثر حاجة، ولا حاجة. شوف بقى السبعة مليار دول لو كل واحد سأل ربنا وربنا اداله، هذا لا يؤثر في ملك الله شيئا. فاحنا ما نستكترش او ما نستغربش او ما نستعجبش، يا هو انا ال20 ثواب دول اخدهم؟ طبعا واكتر من كده. يبقى اربعه غفر الذنوب او ان انت تكفير الذنوب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ هو لازم دليل. ان تبدوا الصدقات تظهروها فنعماه، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. في الحالتين قابلها منك بس في الخفاء اكتر. طبعا. هقف عند دي، هطلع فاصل مهم جدا، نشوف الفاصل ده ونشوف برضو تقرير مهم نأكد بيه الخير الممتد مع مؤسسة سقيا الماء، ونرجع على طول عشان نكمل النهاردة اللي ربنا يساعدنا بيه من ال20 مع الشيخ أحمد. وصلنا الرقم أربعة، ابقوا معنا، واضح إن اللي جاي كتير منا ما يعرفوش. هذا البرنامج برعاية
بحدا ما بقى ربنا يرزقنا بشويه ميه. مش عايزين حاجه من الدنيا خالص الا شويه ميه نشربها. انا دلوقتي قاعد في بيتي انا وابني وما بيجيناش ميه، يعني بنملى ميه من بعيد. وسواعد بتقطع وسواعد ما بتجيش خالص. واحنا على الله. على الله. بني من البيت بقى لنا 4 سنين. والله ما فيش مش عارف يعني ما عندناش حتى نقدم حتى على بق الميه ومش لاقيين بنملى من عند الجيران. وما فيش يعني اقدم على ميه ولا حاجه خالص. المنطقه بعيده على راسي ما ممكن املى 3 مواعين ملاش 3 جناتر 3 جناتر ميه يقضوا لي ما يقضوناش. بعد كده بغسل من المصرف اللي لك دي. يعني تصدف خالص اخلي بقوله مع على قد ما نشرب ونغسل الكلمة معقول ولا حاجة في البحر في الخليج اللي هناك دي. فأنا يعني أي حاجة يعني تعملوا لي عشان أنا وليا تعبانة ورجليا بتوجعني وصحة على قد. بنملى والله من حتت بعيدة. أنا عايزين مية ما عندناش والله مية. احنا بقالنا 3 سنين ما عندناش ريحة المية ولا بنعرف نخش حمام ولا نعرف نعمل أي حاجة. بنملى مرة نملى من عند الجيران ومرة لا. والله تعبانين آخر تعب من اللمية. يعني عيشتنا تعب تعب خالص من اللمية دي بالذات. اللمية دي روح كل حاجة حلوة. ما عنديش ميه بعد 5 سنين بقى من على راسي ومن بره ومن بره العزبه كمان صعب اخبط على نفسي وما عنديش ميه. انا مش طالبه اللي عندي عايزه وسط ميه بس لاني بخبط على الجيران سواء عشان ما عنديش ميه. بقى من على راسي ومن بره من هنا ومن بره خالص كل يوم اكتر في اليوم 5 مرات 6 مرات. فانا طالبه منكم وسط ميه بس انا طالبه. تعبانه في ميه الميه عايزه املى ميه بروح املى من هناك والميه ما بتقضيش. وسواعد الميه بتبقى قاطعه وما بلقاش ميه بروح اخبط هناك وبملى من هناك والميه ما بتكفيش. عايزه الميه تقضيني هنا في بيتي املى واغسل براحتي. بصداقتك وزكاتك مع سقي الماء هتوصل الميه لكل محتاج. احنا طلبنا بسيط. الناس اللي بتعمل بالاجر والناس الارزاقيه والناس اللي بتخرج بتسعى عشان يجيبوا لاولادهم القوت فلابد ان شاء الله رب العالمين ان احنا نحقق لهم امالهم وطموحهم بوصله ميه. والناس دي ناس بسيطه ناس فقيره ناس معدومه ناس بتعمل بالاجر. قريه هنا معظم الناس شغاله عمال يوميه. الحالات غير متيسره اطلاقا لتوصيل عدادات ميه او وصلات مياه. مفيش حد معاه الامكانيات او معظم الناس ما معاش الامكانيات لتوصيل عدد المياه ووصلات المياه. احنا مش قادرين ندخل الميه على حسابنا. محتاجه تدخلوا لهم ميه، ازيد من كده انا مش عاوزه. وعيالي يعني مش لاقيين ميه زي بقيه العيال. نفسي اريحهم واغسل لهم واشربهم وانا قاعده جنبيهم. ابني مات وما حلتش اي حاجه والله. عند الجيران مره من هنا ومره من هنا بيجوا من عند الجيران. يصلح حالك يا ابني. عايز اقول اي حاجه؟ عايز اقول اي حاجه تانيه؟ الله ينجيكم يا ابني. عايزين نقول سلامكم بالدنيا بحالها وساعدوهم. ربنا الله هيساعدكم برضه. الله يخليك يا بابا. مؤسسه سقي الماء نعمل من أجل الإنسان. وانت بتشربها معدنية وانت بتقوم من الأنتريه لغاية التلاجة تفتح وتشربها ساقعة اوعى تنسى دول. شيخ أحمد تقرير أكد اللي أنا كنت بقوله معاك قبل الفاصل إن أنا بحافظ على صلب رسالتي كسقيا الماء بالإضافة للتوسع في موضوع الكرة. لو عندك تعليق سريع ونرجع احنا وقفنا عند بقى رقم 4. والله التعليق ان التقرير حاجة توجع بصراحة. بصراحة حاجة توجع. انا لما بشوف الحاجات دي بحط نفسي مكانه. وبعدين الست اللي قالت لك انا 5 سنين ما فيش مية.
انا مسكت الموبايل وقعدت احسبها، 5 سنين في 365 يوم، 1825 يوم في 24 ساعة، 43,000 ساعة و800 ما فيها عندهاش مية. اللي بتقطع عندنا 5 دقايق بنقول جاي. لما بيقول لك ساعة ولا ساعتين بنقعد نلف حوالين نفسنا. ساعة ولا اتنين، الست المية قطع عندها وما عندهاش مية 43,000 ساعة و800 ساعة. أي حد من اللي بيشوفنا دلوقتي وشاف التقرير ده يحط نفسه مكان ده، وبعدين إيه؟ أنت بتملى المية أو مية بتملى المية بالجركن أو جركنين أو ثلاثة هيكفيها قد إيه؟ يوم اتنين، وبعدين إيه هتشوف البيت ولا هتروح تملى مية؟ دي شغلانة تانية. ده غير الظروف الاقتصادية اللي إحنا شايفينها كده. ده غير إن أنت عشان تستعمل المية وتقعد تصب وتشيل وتحط وبتاع وتوسخ ومش عارف إيه، غير الحنفية طبعًا. غير انك تفتح الحنفيه في الحوض وتغسل ايدك ولا تشطف وشك ولا تتوضا. اعتياد النعم يا شيخ احمد، اعتياد النعم اللي انت ما بتحسش بيها وغيرك محروم منها. يعني للاسف للاسف. وانا برضو بقول دي حاجه، موضوع ان انت حط نفسك مكان دول. الحاجه الثانيه، احنا مش بنتاجر بالناس دي. الناس دي بتشتكي، الناس دي بتنقل الالم اللي هي حاسه بيه. محروم حد يسمعهم ويشوف. علشان احنا كوسيله. احنا الوسيط ما بين هؤلاء وما بين اللي بيشوفنا دلوقتي. لو احنا في البرنامج ده واحنا كمؤسسة سقيا الماء ما عرضناش ده للناس، مش هيوصل ده للناس، فهيقولهم عشان نقف جنب الناس. قلت لي 4 ان الصدقة في ليها ثواب، واثناء الفاصل بقول لك يا شيخ احمد بيعملها، قلت لي لو في السر بيبقى ثوابها اكبر، حتى بسألك ان ربنا بيحب كده اكتر انت تعمل الصدقة في الدرة، وكان ليك وجهة نظر عشان تسمعها للناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر من بين هؤلاء 7: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. يعني كناية عن أنك تكون حريص أنك تخفي صدقتك على قد ما تقدر، حتى عن نفسك، أنت نفسك ما شفتها. يعني تبقى إيه، ما بلاش بقى وتتكلم وتقول، خلي حاجة، لازم الواحد كده يخلي حاجة بينه وبين ربنا، بيسموه الخبيئة. في ناس تقول لك انا مش ببقى قصدي وانا بعمل الصدقة ان انا اعرف الناس، بس بتعامل بتلقائية يعني. لو تصدق بها وهو لا يقصد بها شيئا، دي صدقة صحيحة طبعا و100% مقبولة ان شاء الله ما فيهاش اي حاجة. بالعكس، ممكن يتعمد انه يتصدق قدام واحد او قدام اثنين او قدام حد من اصحابه او من قرايبه، تبوظ له الدنيا دي. لا لا، وممكن يقصد علشان يحفزه مثلا. ايوه واحد ممكن واحد شحيح، او واحد اصلا موضوع مش دماغه، او اصلا عمره ما تصدق، فيلفت نظره. لو عملها بالنية دي حلوة. دي كده رقم 4. دي رقم 4. رقم 5. تمام. رقم 5 قالوا: الصدقة تطرد 70 شيطانا. تطرد 70 شيطان. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. 70 شيطان بقى في بيتك، في حياتك، في دنيتك، ولا تطردهم من يعني من في حياتك في بيتك بشكل عام. في شياطين موجودة، فانت بالصدقة الواحدة تطرد عنك 70 شيطان. خدت اكتر الشياطين الفتره دي. رقم كام كده؟ الناس بتكتب ولا نفكر؟ الناس بتكتب ولا رقم 5؟ احنا خلصنا 4 و5. 70 شيطان، 5 6 انك بتعمل حاجه هي من احب، يعني انت لو عملت ده هتبقى من احب الناس لربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لان النبي قال: احب الناس الى الله انفعهم من الناس. وما فيش حاجه انفع من انك تدي الواحد 5 جنيه 10 جنيه وكل واحد على قد ايه؟ على قد توبه. خدت بال حضرتك؟ انا معايا 1000 خلاص. فئه دي من الناس ربنا بيحبها. ايوه قرب له. وبعدين هو انا ممكن بال1000 جنيه اللي انا دفعتها في وصله ميه هتوصل للناس في الفيوم؟ انت السبب. واحد ممكن دلوقتي بيشوفني او واحده بتشوفني، انا ما اقدرش يا شيخ احمد ادفع 3000 جنيه وسط ميه. بقول له مش لازم تدفع 3000 جنيه، لو معاك 1000 جنيه ادفعهم، معيش 1000، لو معاك 500 ادفعهم، معاكش 500، معاك 100 ادفعهم، اي حاجه انت هتعملها بنيه انك تنفع هؤلاء، فانت صرت من احب الناس الى الله سبحانه وتعالى، لانك هتنفع. ال100 على ال100 هتبقى 1000، 1000 على 1000 هيبقى 10، 10 على 10 تبقى 100، وهكذا. رقم 7 يا شيخ احمد. رقم 7، اي واحد هيتصدق ربنا هيخلف عليه قولا واحدا: وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. معلش نوضح دي، الخلف مش دايما فلوس. يقول لك بس طلعت 1000 جنيه فربنا هيجيب لي 2000. لا، يخلف في صحتك، في عافيتك، في بيتك، في اهلك، في ناسك. صح كده؟ عليه الصلاه والسلام. انا دلوقتي تصدقت ب 100 جنيه. مش لازم ترجع لي 100، مش لازم ترجع لي 900، والله يضاعف لمن يشاء. ممكن ابني يكون حيمرض، المرض ده ممكن يكلفني 1000 جنيه، انا صرفت كام؟ طلعت 100. ال100 اللي انا طلعتها ديت خلت ابني
ينجو من مرض او ينجو من حادثة او ينجو من حاجة كانت ممكن تكلفني الاف. الصدقة دي هي ليه؟ هذه بركة طبعا، هي اللي نفعت، وكانت هتكلفني دكتور وعلاج واشعة ممكن اصرف 2000 3000، المية جنيه هي اللي دفعت عنك، او كانت في مشكلة مثلا بينك وبين زوجتك والصدقة هي اللي ساعدت، او اي حاجة في شغلك بقى، فجاءت بركة الصدقة وربنا سبحانه وتعالى اخلف عليك خيرا. زي ما ربنا اقسم بالله يا شيخ احمد واشهد الله على هذا الكلام طبعا. وكمان برجوعها بفلوس بترجع طبعا. احدثك المجرب اللي عايشها، ربنا يا رب يتقبل من كل الناس. كده 7 كده 7 8 بقى بس تعد معايا. انا جاهل، انا متذاكر، خلي بالك. 8 البركه، البركه، بركه بشكل عام بقى. احنا قلنا ربنا يخلف عليك، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. البركه انك تحس انك المية اللي طلعت منها 10 اوعى تفكر ان هي 90، ما نقصتش، او الالف اللي طلعت منها 100 اوعى تفكر ان هي 900، لا، ده ربنا سبحانه وتعالى هيبارك لك. ليه؟ لانك انت دخلت في شراكه مع ربنا سبحانه وتعالى، وما دمت انك دخلت شراكه مع ربنا فانت زي ما بيقولوا كده مربوحه مربوحه. ونقص مالا من صدق بس. وربنا في الحديث القدسي يقول ايه؟ انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه. انا شريك بطلع، الشريك الثاني اللي هياخد مني، الشريك الثالث الله سبحانه وتعالى. يبقى ربنا الثالث بتاعك او بتاعكه هيبارك لك ولا مش هيبارك لك؟ طبعا هيبارك لك. يبقى ليه؟ البركه. كده كام؟ 9 كده؟ كده 8، دخلنا على 9. دخلنا على 9. تطهير المال. ممكن واحد يكون في رزقه في يوم من الايام دخل حاجه كده فيها شبهه، حتى لو ما يعرفهاش، حتى لو ما يعرفهاش، تاتي هذه الصدقه فتطهر. خذ، ربنا قال خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. يا الله، خدت بال حضرتك؟ فان انا بزكي او ان انا بتصدق، كل ما هتصدق كل ما ربنا هيطهر لي مالي. ما هو انت بتطلع من نفس الحاجه. انا مثلا ممكن اكون مثلا يعني دخلت في مصلحه ومثلا كان حقي فيها 1000 فانا دخلت منها 2000، فاجي في يوم من الايام كده انا خدت 1000 مش بتاعي، انا مش مرتاح للمصلحه دي، انا مش عارف ان وعيد الصدقات بقى، يبقى انت اول باول تتصدق، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يطهر لك. 10 تنفعك عند سكرات الموت. وصلنا بقى للمراحل اللي انت هتبقى في امس الحاجه بقى، ايه، مش دنيا بس، انا بعلى بقى، انا بعلى بقى. يعني خلاص خلصت الدنيا، فداخل على ايه؟ ما قبل الموت وبعد كده عند القبر وما بعد القبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة تدفع ميتة السوء. يعني اللي عاوز خاتمة حلوة يتصدق. يعني بل يعني سيدنا النبي قال كما جاء عند أحمد، ومن تصدق بصدقة أو من ختم له بصدقة ابتغاء وجه الله دخل الجنة. اللي آخر حياته، آخر حياته يموت على عمل صالح منه الصدقه دخل الجنه على طول. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قولا واحدا. لو من اخر اعمالك الصدقه. كان احد السلف الصالح اسمه اويس بن عامر، كان يتصدق كل ليله قبل ان ينام. ليه؟ لانه ممكن ينام ما يصحى، يا عالم هصحى ولا لا، ويقول ايه؟ يتصدق بطعام ويقول اللهم من امسى من امه محمد الليله جائعا فلا تؤاخذني به، انا تصدقت بطعام. ويتصدق بثياب، عنده قميص، عنده حتى شراب، عنده حاجه، ويتصدق بملابس، يقول ومن امسى الليله من امتي محمد عاريا فلا تؤاخذني به. انا عملت اللي عليا بس بشهدك يا رب. وايه الموضوع؟ مش بالكسره والله، لو معاك 5 جنيه فكره، ده ربك، ده ربك اللي اعلم باللي جواه. رقم 11 يا شيخ احمد، رقم 11 بقى خش على انا بجري مع الشيخ احمد، لان والله دي ابواب خير كتير جدا مهم تسمعوها، ويا ريت فعلا زي ما قال الشيخ احمد تكتبه معاه. 11 وكل ديت حاجات ايه؟ انت بالصدقه ومهما عملت بقى قليل كتير، وصلت ميه، خط ميه، شاركت في محطه ميه، في حفر بيه، قيس عليها بقى اي حاجه بقى هتعملها مع مؤسسه سقيا الماء. حر القبور، الصدقه تطفئ حر القبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انت هتبقى برضو متامن عليك كده وانت حتى في قبرك. نسال الله سبحانه وتعالى ان يقينا حر القبور. اللهم امين. اللهم امين. يبقى انا خاتمه حسنه وبعد كده حر ليه القبور، يعني هتنجينا عند القبر. الانسان اللي عاوز يبقى سعيد يتصدق. خد بالك بقى عشان دي بقى ايه، يعني دي بقى يتحدث عنها القاسي وداني. بص، كل الدنيا يقول لك انا معايا فلوس بس مش سعيد، انا صحتي حلوه بس مش سعيد. والله اعلم ناس كده يقول لي انا عنده اراضي وعنده عقارات وعنده عربيات، يقول لي هل انا مش سعيد؟ بقول له انت عندك كل حاجه مش سعيد ازاي؟ ما اعرفش. يشوف حاجه عمل خيري ويتواصل مع مؤسسه سقيا الماء، خلي بال حضرتك
يقول لهم لو واحد مثلا غني يقدر يحفر بير ب 25,000 او ب 30,000 او ب 35,000 او معهوش ده يقدر ب 1000 جنيه او ب 2000 جنيه وعاوز يبقى سعيد يروح يدفع ده ويقول لهم لو هو يقدر يعمل وصله ميه ويقول لهم انا عايز اشوف الوصله بتاعتي دي. يعني الصدقه تجلب السعاده. طبعا وهو لو راح بعينه شاف وصله الميه داخل على البيوت هيفرح فرحه ما بعدها فرحه. دي بقى مشاعر ثانيه بقى هو يعيش. هي دي السعاده بقى. وبيل جيتس بتاع مايكروسوفت كان بيقول لك انا سعادتي لما بنزل مكان من الاماكن افريقيا والادغال وساعد الفقراء كانت دي هي دي سعادتي. ليه؟ لان انا بقف جنب حد، انا بقدم خدمه لحد. ولذلك ربنا يقول ايه؟ الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم، ما يخافش دلوقتي ولا هم يحزنون، ما يحزنش. اللي بيتصدق ده ما يحزنش، ربنا ضامن له السعاده. ونقول لكل اللي جرب انه يسعد نفسه بشتى الطرق، طب ما تجرب اللي الشيخ احمد بيقوله. مش انت جربت كل حاجه تبقى سعيد؟ لا انا عاوز اللي بيشوفني دلوقتي او اللي بتشوفني دلوقتي وهي متنكد عليها وزعلانه وحزينه وفي مشاكل وتعيس وكئيب ومتضايق وي وي، عاوز فرجه، عاوز تفرج عن نفسك، تصدق. في 30 ثانيه رسالتك الاخيره، وقفنا عند رقم 13 لو انا بقول صح، عشان لازم هنكمل حلقه قادمه ان شاء الله. المره الجايه كده فاضل لنا سبعه كده. فاضل لنا رسالت فضيله الشيخ احمد علوان لكل اللي بيشوفونا النهارده بعد عرض تقاريرنا وبعد ابواب الصدقه وفوائدها زي ما انت قلت لنا وهم 20، في 30 ثانيه تقول لنا ايه عشان لازم اختم؟ اقول لهم احسن حاجه في الدنيا الخير، واجمل حاجه انك تترك لنفسك خير ينفعك. ومن اجمل الحاجات موضوع الميه، موضوع الميه مهم لان هو روح، لان هو الحياه. في سيوه بيسموا الميه امان، وكان الحياه وكان الماء هو امان الحياه. ومع سقي الماء مش هتندم لان صدقتك في مكانها باذن الله. ولو عاوز تشوفها بعينك تعال معانا في اي سفريه تنورنا وتشرفنا وتشوف اثر وثمره ونتيجه صدقتك مع مؤسسة سقيا الماء. دعوة ممتدة دايما من مؤسسة سقيا الماء لكل المتبرعين أو المتواصلين مع المؤسسة للتحرك مع المؤسسة في كل المحافظات في كل الأنشطة. وشفتوا معايا موضوع الكرة اللي أعلننا عنها النهاردة ومدن مؤسسة سقيا الماء في كل المحافظات، حدث ولا حرج، واضح كتير إن الفترة القادمة هتأكد دايما الخير من خلال مؤسسة سقيا الماء. في نهاية حلقتنا بشكر جدا جدا فضيلة الشيخ أحمد علوان احد علماء الازهر الشريف النهارده. انا على المستوى الشخصي بستفاد جدا من فضيله الشيخ احمد، بشكرك، ربنا يجازيك عنا كلنا خير يا رب. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا وان يستعملنا جميعا في الخير. اللهم ربنا يا رب يستعملنا جميعا في الخير. النهارده كنت حريص معاكم زي ما قلت لكم بوجبه متنوعه متعدده من احلام مواطن في اطلاله اسبوعيه اعرفك الدنيا بتمشي ازاي، مع الحفاظ على صلب رساله سقيا الماء والبرنامج دايما، هي دي قيمه معانا في احلام مواطن. تقبلوا تحياتي، أشوفكم إن شاء الله يوم الاثنين القادم في حلقة جديدة من أحلام مواطن، ودايما بعنوان فقط الخير مع سقيا الماء.